صغيرات اللي قاعدين نشوفوا في تصورهم في الفيسبوك، كل مرة تصوير الطفلة تصوير الوليد، عمرهم ما يفوتش ال 14 سنة، باغفوا 16 سنة، قاعدين يتخطفوا ما يلقاوهمش عائلتهم ما نعرفش. نحبوا نسألوا اسكو تنجم تكون فما عصابات ورا الشيء هذايا ورا التحركات اللي قاعدة تصير، اسكو قاعدين يتاجروا بهم بالأعضاء؟ حسب رأيك شنو مخك وين يمشي كي تشوف بوبليكاسيون كيما هكا؟ والله انا نشوف اللي فما عصابات، علاش؟ على خاطر التلفزه راهي تعكس برشا حاجات. طب باغ اكزومبل باش نعطيك حاجه، مثلا كيما وليد مفيده، احنا تفرجنا فيها وليد مفيده، مي باغ كونتر قاعدين نشوفوا اللي التتواج اكثر، الاجرام اكثر، ولا عندهم عادي ساهل. باغ كونتر لهنا كي نحكيو على خطفين الصغار اللي هو ما كانش، كان غاغ وين تصير حاجات كيف ما هكا، نعرض لهوي خلينا نحكيو عليها. مثلا كانت فيها عصابات اللي هي تخطف الصغار وتتاجر بالاعضاء، دونك راهو الحاجات هذوما تأثر على نفسية العبد اوتوماتيكمون. دونك كي باش يشوفوا حاجات هذوما قاعدين تتعدى في التلفزة، العنف والخطفين وكل شيء، أي حاجة راهي نيجاتيف قاعدة تتعدى في التلفزة، راهو اوتوماتيكمون العبد باش تطبقها. دونك يلقاوها هكا حاجة من الحاجات، معناها ثغرة من الثغرات أنهم باش يوليو يدخلوا للدومين هذاك، حتى باش يكون ليه معناها يقول لك ليه ما نعملش، يولي كيشوف ويستسهلها الطريقة. كيفاش؟ أنت ديجا تعطي فيه في خطك يعمل هكاك، ديجا فيه معناها، ومساكن بالحق صغيرات هما فيش جاو يعملوا معاهم هكاك، فيش جاو. اسكو هو معناه العبد اللي قاعد يخطف ولا قاعدين وراء الحاجات هذوما، اسكو ما عندوش صغار، ما عندوش بنات خو، بنات اخت، ما نعرفش انا ام وخواته، يا اخي ما يحسش وينهم؟ وين الدوله وراء هذا كله؟ سمح غياب كلي للدوله في كل شيء، في كل شيء، كلك سوا في السياح، في الاقتصاد، في الانكادرومون تاع العباد. خاطر كان الدولة ما تنكادريش شعبها، سامحني شكون باش ينكادري؟ كان أنت ما توفرلوش لونكادرومون نتاع الأمان هكا وأنه يحس روحه أون سيكيوريتي، سامحني شكون باش يوفرهولو؟ أوكي ماناش باش نحكيو على حاجات هذوك ما تابعين العائلة، أما زاد الدولة عندها دور كبير. علاش نقولوا نحن الدولة الأم؟ وين الأم وهي ماهيش موجودة باش توفر الحاجات هذوما لشعبها؟ سامح صحيح ولا؟ سي فغي. دونك بالحق شيء اسف، بلادنا عمال ماشيه وتوخر بالتوالي، الجرام كثر، العنف كثر، الاغتصاب كثر، وين ماشيين؟ حد كي تخطف الصغير ولا يضيع ما يخممش في تجاره بالاعضاء؟ اي موجود، انا قلت لك ديجا هو راهو كما كنت احكي لك، معناتها اللي يحطوهم يطلبوا والا كذا ينجموا يتجروا بهم في الاعضاء، ونشوفوا توا ديجا باقيه تتفشي برشا معناتها الظاهره هذيا نتاع التجاره بالاعضاء. كيما حكاو في الحقائق الأربعة ديجا على الأسوام نتاع الأعضاء والكل، اللي مافيا كبيرة معناها. نجم تكون وراها عصابات، تجارة أعضاء، نعرفش حاجات هكا. أما أنا في لازم الدولة ترد بالها أكثر، ولازم يعني الأمن يكون في كل بلاصة، ولازم لي بارون زادا يردوا بالهم على أولادهم أكثر، فهمت؟ خاطر مش معقول تخلي نعرفش ان انفون عمره 5 ans ولا 4 ans وحده، فهمت؟ il faut faire attention pour éviter ce risque quoi، فهمت؟ هذا رايي انا كان جي عندي ولدي صغير ولا بنتي ما نخليهاش تخرج وحدها، فهمت؟ فما اليوم عصابات يقعدوا يستناو الصغيرات قدام المدرسه قدام الليسي ويخطفوه. هذاك علاش قلت لك انت عندك طفل صغير تهزو وتستني، تعرف تبدا لومبلون دو تون تاعو وتستني وقتاش يخرج، تستني وقتاش يدخل. دونك عندنا ولاو لي بروبليم هذوما ولي ريسك هذوما، لازم واحد يرد باله وكاها في المدرسه ولا كريش ولا اللي هو، فما شكون يبدا ليه معناها من اليد ليد، من يد العساس ولا اللي هو للوالدين ولا القريب البيبي ولا صغير ولا اللي هو. بيان سور انا كي باش نجي نقايد والدي باغ اكزومبل في راوزه، ما يعرفني اللي انا البارون، فهمت؟ نقول له نوصي، نقول له ما يجي ولدي ما تعطيه كان باغ اكزومبل ليا انا ولا البو ولا الاخت، ما جيتش انا تستناني، فهمت؟ ما يخرجش وحده كوم سا نيفيت يعني لو ريسك هذا، فهمت؟ كونترول اون ميم طون بحذر للمدارس ولي كريش وكل مثلا امن ولا اللي هو من دي كاميرا اي تو زاده. والله حكايه تخوف ولا محاله،
اسمع هكا واحد يزمو ربي ولا صغار كما نقولوا نحنا ما نخليهمش في الشارع يعني يحاذيهم باش ما معناها يوصوش يتعديو تجيهم حاجة كما هكا فهمتني وحاجة أخرى يلزمنا نشوفوا كيفاش نعملوا كما نقولوا مثلا حاجة بتاع توعية برامج باش العباد تخاف على صغارها يشوفوا شنية هالعباد هذيا شكون هم اللي يختفوا معناها اسكو عباد شباب معناها كما نقولوا نحنا منحرفين ولا معناها شنية بالضبط فهمت وكاهو كيفاش تحافظ على الصغيرات؟ ديما معايا مثلا عندي ولدي انا نهزه وانا نجيبه تلمون وليت حاجات تخوف انا ولدي يقرا في كوليج نخاف نخليه يمشي وحده وقت تشوف يتعرضوا لهم بالموتورات وصواقر ودنيا وكلام مش باهي وليت الظاهره هذه موجوده في المعاهد الكل معناها انا نخاف على ولدي يبدا مروح شكون قال يشدوه يضربوه انا ولدي عاقل مش مستانس بالشارع موج مستانس معناها فهمت والطفله الصغيره زاد ديما معايا وين انا وين هي دونك توصل ولدك وتهزو وتجيب باش نعمل لما خير ولا يتعلم لي حاجات مش باهيه و... ولكن ما تحسش ولدك يتقلق منها ساعات والله ساعات يتقلق يقول يا اخي انا صغير ضحك علي اصحابي ما نعرفش شنيا اش باش نعمل نوعيه هنا ساعات نخليه ساعات هكا وحده ونراقبه من البيت.